حقيقة حرص الدولة المصرية على استمرار واستئناف جلسات الحوار الوطني إن دل على شيء يدل على مدى اهتمام الدولة بهذا الحوار الوطني وما ينتج عنه من توصيات. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ولقاءات على هامش جلسات الحوار الوطني اليوم، ونرجع بعد كده نروح لفاصل ونكمل حلقتنا. قانون مباشرة الحقوق السياسية ده من أهم القوانين. احنا كنا بنتكلم على الدعاية الانتخابية، بنتكلم على الفرز الأصوات، كنا بنتكلم على أمرين مهمين جدا لابد من إدخالهم في القانون. الأمر الأول هو المتعلق بالتصويت الإلكتروني، وخصوصا أنه منصوص عليه في القانون. والهيئة الوطنية للانتخابات مشكورة، نتمنى أن هي تشارك بجانب التصويت العادي التصويت الإلكتروني. الدولة المصرية قطعت شوط كبير جدا فيما يتعلق بالناحية الإلكترونية، وشفنا المصالح الحكومية بالحوكمة والشمول المالي والعمل، أمر رائع. والدولة المصرية وسيادة الرئيس تحدث عن هذا الأمر كثيرا، وشايفين الدولة المصرية في نجاحات كبيرة جدا. عايز أؤكد أن الدولة المصرية حريص على التعاون مع جميع شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة، ولا سيما منظمة العمل الدولية. ده اللي بيأكد أن الدولة المصرية وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية، من ضمنها الاتفاقيات الخاصة بالحريات النقابية. وأؤكد أن الدولة المصرية بتحترم جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توقع عليها الخاصة باتفاقيات العمل. عشان كده جه قانون 213 لسنة 2017 وما تم عليه من تعديل للأحسن في 2019 جه متواكب مع معايير العمل الدولية، وخاصة أن منظمة العمل الدولية كانت مشاركة في إعداد هذا القانون. طبعا في مجال المحور السياسي احنا بنطالب بأهم حاجة عندنا تعديل قانون الأحزاب السياسية اللي هو بتحكمنا. نعم. يا تعديل، لأن هناك نصوص متناقضة، يا إما نعمل قانون جديد للأحزاب السياسية يواكب التطور الحالي للعمل السياسي. كل النظم الانتخابية ممكن أن تطبق لديها، لكن إحنا بندور على النظام الأنسب المتوافق مع دستور 2014. نعم. وبالتالي النسب اللي محطوطة في دستور 2014 بهذا التشابك اللي فيها صعب جدا انك تطبقه في القائمة النسبية، وبالتالي يعني احنا بنقول ان القائمة المطلقة المغلقة مع جزء النظام الفردي هو النظام الانسب اللي المفروض نطبقه على الاقل عشان نسرع باجراء انتخابات المجالس المحلية. يمكن المشاركة السياسية في مصر محتاجة فعلا ان احنا ننشطها شوية. داخلين على انتخابات رئاسة وانتخابات برلمانية وانتخابات شيوخ، فاحنا الحقيقة اقترحنا ان يبقى فيه يعني دور للمجتمع المدني، دور للأحزاب، دور للإعلام، نتواصل مع الناس في دويرنا بحيث نحس المواطن على المشاركة السياسية.